من امتى بتداري عني حاجه يا حبيبتي؟ انت قلت بتداري عني حاجه ايه؟ يا اغلى حاجه في حياتي واغلى حب في حياتي. تعرفي تداري عني اسرار يا زمزم من وانت صغيره، تداري قد ما تداري وبنظره في عينك تكشف المداري، تقوم تخبي عليها في صحتك مش عايزين اقف جنبك. ليه يا زمزم؟ ليه؟ ده انت طول عمرك مكتفاني. ده قدر ربنا وانا راضيه. هنعمل ايه طيب؟ هنعمل كتير. احنا شلنا الفرح سوا، يبقى نشيل الهم والحزن برضو سوا. يا بنت عمي وصاحبتي ومراتي. وايه كمان؟ انت عايزه ايه كمان؟ انا عايزك تفتح العصاره بقى. اديك شايف، أديك شايف الدنيا مش مضمونة، الأحوال بتتغير في يوم وليلة. ما تخافيش، هتخفي وهتبقي زي الفل وهتتعالجي أحسن علاج. الحاجات دي علاجها مكلف أوي يا معلم، وبعدين المرحلة اللي أنا فيها دي مش هيفيد فيها العلاج. بس هيفيد فيها إنك تفتح العصام. حبيبتي متشيليش هم اي حاجه خالص، الفلوس حاضره من جنيه لغايه ما يخلص العدد. هجيب فلوس منين؟ قلتلك متشيليش هم، حق ابويا راجع وفوايده. يعني ايه؟ يعني اللي سمعتيه، حق ابويا راجع وفوايده، وانت هتتعالجي احسن عليك وهتخفي وهنفتح الحصاله وهقولك كل اللي فيها. ابويا قال لك حاجة؟ قال لي اه. قال لك ايه؟ قال لي ان بنت ما تعرفش تعيش في الدنيا من غيري، وانا كمان ما اعرفش اعيش من غيرك في الدنيا دي ولا يوم. والله اهو الكلمتين هم اللي كانوا في الحصالة. طيب اسمعني كويس يا معلم، في كلمتين ليك عندي كانوا في حصلت ابويا، بس وحد الله ما عرفتهم غير من يومين. انا مش هسمع حاجه دلوقتي، الدكاتره واقفه بره عايزين يعملوا لك اشعاعات وتحاليل، من بكره هنبتدي العلاج. مش هسمع حاجه. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.